في الأمورة دي. أمورة ولا شبهك مش هتفرق. لا تفرق، دي نظيفة وبنت ناس، يعني هيطلب فيها مبلغ حلو. اسمك ايه يا حبيبتي؟ لا ما تخافيش مني، انا زي ماما. ها اسمك ايه؟ ياسمين. يا خلاص يا عالطعامة، يلا ياسمين علشان افرجك على الملاهي. لا انا عايزة اروح لماما. احنا هنلعب لحد ما تيجي ماما. برضو دولارات بقى، مفيش مرة ادهم لي مصري. طول عمرك هتفضل فقري. يلا اتفضل امشي. يلا بينا يا حبيبتي. انا عايزة اروح لماما. ماما مستنيانا تحت. تحت فين حبيبتي؟ ما تخافيش، تعالي تعالي معايا يا قمر. انتي نزل البروف اهو. يا ابني ما انت لسه مكلمني نص ساعة وقلت لي نفس الكلام. انا قلت اطمنك واطمن عليكي بس. وحد قالك ان انا قلبي متشحطف عليك؟ انت تلاقيك بس لسه سامع لك حلقتين لاسامة منير ولا حاجة ومقصرين عليك. ايه يا بت ده؟ هو انت فصيلة في كل حاجة كده؟ تصدق انك لما بتتضايق صوتك بيبقى احلى من النحنحة دي؟ هو انت مين اللي سماكي رضا؟ ايه؟ اسم مش على هواك ولا ايه يا بسكوتة؟ بس تصدق شكلك كان حلو امبارح وانت بتتخانق؟ انت بتتريقي بقى ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ اقفل يا عز دلوقتي، اخويا بيتخانق تحت، هاخد مولة السرير وانزل لهم. يا رضا مولة؟ ايه البنت دي؟ انت بتسال عن البنت دي ليه؟ لو عملت حاجه قول لي وانا اجيبها لك لحد عندك. شكرا يا حبيبي، بس الحقيقه في واحد صاحبي عايز يعرف كل حاجه عنها. هي حاليا بتشتغل في ديسكو واتقبض عليها مرتين اتجار مخدرات. طب ممكن اخد صوره من الملف ده بعد اذنك؟ طبعا يا مندور بيه، تحت امرك. نورهان اللي انت بتدور عليها طلعت مسجله. الله، واحده طالعه لا اب ولا ام، عايزه تطلع ايه؟ استاذ الكيمياء. الله لك حق.
المهم دلوقتي هي لسه شغاله في الديسكو ولا سابته؟ والله طبقا للمعلومات الموجوده في الملف لسه شغاله هناك. طب ما تيجي نروح نشوفها. ايه ده؟ انا هروح ديسكو يا هلال؟ الا وانا بقولك تعالى نسكر، احنا هنشوفها موجوده ولا لا. حاضر، امر الله. ايوه الو، مين معايا؟ انا نورهان، كنت محتاجة مساعدتك، ينفع اشوفك دلوقتي؟ انا سبت الشغل ومعيش فلوس ولا عندي حتة ابات فيها. انت ممكن تباتي هنا وانا هكلم حد من معارفي يشوف لك شغل. هو مش حضرتك قلت ان شقة مريم تبقى ورثة ليا؟ انا عايزة مفتاحها عشان اقعد فيها. ايوه بس لازم الاول نثبت انك انت منتهى عشان تاخدي الشقه بشكل قانوني. بس معلش يعني اعذرني في السؤال، هو حضرتك بتعمل كل ده من غير ما يكون ليك اي مصلحه؟ انا كل اللي يهمني ان انا اوصل للقد المريم. عارف يا استاذ هلال، احسن حاجه عملتها انك حبست الزفت اللي اسمها ساميه دي وكل المشرفين اللي معاها في الدار. واضح ان انت كنت بتتعذبي هناك. تعذيب بس؟ ده مفيش واحدة فينا كانت بتنام مطمنة يوم واحد. كنت بدعي ان ربنا ياخدني ولا اني اشوف المشرفة اللي ضربها بيعلم على جسمي كل يوم. بنام بفتح عيني عشان خايفة من المشرف اللي بيفضل يلمس كل حتة فيا، وانا ولا قادرة اتكلم ولا انطق. مريم كانت عارفة اللي بيحصل جوه الدار؟ حاولت احكي لها مرة بس خفت من تهديد المشرفين وبعدها سبت الدار وهربت. ايه الحديد اللي انت حطاه ده؟ طب بتاكلي بالحديد ولا ولما بتيجي تنفي وبعدين جيتي تشن كده الحديده دي افرضي دخلت جوه ونزلت تحت علقت في زورك واتخنقتي وتموتي يبقى شكلك وحش قوي. حديد، حط حديد في مناخيرك وبقك، دي حاجه منيله بنينه. شايف هلال عامل ايه؟ الدنيا كلها بتتكلم عنه، انت بقى لا حد اتكلم عنك ولا جاب ستك ولا عبرك. انت فاكر دي حاجه تزعلني يعني ولا ايه؟ يا عفيف، لولا اللي عمله معايا هلال كان زماني قاعد جنبك. اخويا، عارف يا عفيف، هلال ده مش صاحب عمري وبس، لا ده اخويا، يعني اي نجاح لي افتخر واتباهى بيه. انا كمان يا حبيبي، انا كمان نفسي افتخر واتباهى باخويا. شوف شهرته وصلت لايه. جري يا عفيف، انت مش عارف اخوك ولا ايه؟ انا عمر الشهره دي ما كانت تفرق معايا. يا اخويا الله يرحم، من امتى بقى الشهره ما بتهمكش؟ طب بكره شوف لما يكتب المقاله بتاعت الدار شوف شهرته هتتضعف ازاي. لا مش هو اللي هيكتب المقال. ايوه كده فرحني وقولي، انت اللي هتكتب المقاله؟ لا مش انا اللي هكتب المقال، انا اديته لصحفيه عندي اسمها نهى، هي اللي هتكتبه. كده بعد ما تكتب المقاله تشيل اسمها وتحط اسمك انت، صح؟ ايه ده جري يا عفيف، انت شيطانه يا اخويا. حتى الشيطان مش عارف ياخد معاك الحق ولا باطل، عمال اسخن فيك وانت البعيد. بعيد ايه يا عفيف؟ سائح. بحسب. كولي ازيك يا هيلو؟ ايه ده؟ مين الموزه دي؟ احنا ليتنا عنب بقى ولا ايه؟ احترم نفسك بدل ما هو معلمك الادب. انا موافق تعلمني الادب على فكره لو هبقى مكانك. هو يقصد مكانتي العلميه مش مكاني هنا جنبيك يعني. يلا هات لنا حاجه نشربها. ماشي. بس انت ما قلتليش مين الضيف برضه يعني. دي نورهان بنت مريم رياض. بنت مريم رياض الممثله؟ يعني موزه وبنت مريم رياض الممثله؟ ده انا اتصور معاها سيلفي بقى. سيلفي ايه؟
عايز تاخد سلفة اديك على دماغك الاول. قلت ايه؟ انت قلت لي تشربوا ايه؟ عصير مانجا. مانجا ده زيزو حفيدي. هو شاب شقي شويه ورزل وغتت وشبه السلمندر، بس انا بحبه. ايه السلمندر؟ معرفش، بس هو شبه السلمندر. بابا عايز اخد رايك في حاجه. اهلا يا حبيبتي، تعالي اقعدي. نعم. بس تقولي بصراحه ومن غير ما تجاملني. ما انت عارف انا ابوك ما بيعرفش يجامل حد اطلاقا. قولي واوعدك اني مش هجاملك. طب اسمع، الاسم وحيد، جيت الدنيا ما اعرفش مين ابويا ومين امي، لقيت نفسي في دار من نار تحكمها الافعى براس شيطان، تضرب فينا وتعذب وتعلمنا القه والمر. قصه قصيره بتحكي حياه طفل في دار ملائكه الرحمه، او بالمعنى الصحيح دار شياطين جهنم. الاطفال اللي جوه الدار دي اتعرضوا لأبشع صور الإهانة والتعذيب، ضرب وسحل اغتصاب وانتهاكات بجميع أشكالها. هذا هو الحال في جميع دور الأيتام في مصر. السلام عليكم. مين ده يا بابا؟ درهان بنت مريم رياض، دكتور عماد ابني. ازيك يا نوران؟ طيب انا هدخل انا بقى عشان عندي شغل بدري. داخل فين؟ هدخل انام في الاوضه. لا اصل درهان ضيف عندنا، هي هتنام في اوضتي وانا هنام في المكتب وانت تنام مع زيزو. لا زيزو ايه؟ ده بيشغل مزيكا وبيعمل دوشه، انا كده مش هعرف انام. بس انا عندي حل، عماد ينام عندك في الاوضه وانا بقى اخش اوضتي كده اشغل مزيكتي بقى ونوران تيجي تنام عندي في الاوضه. يلا يا امشي من هنا. انت ما مشيتش ليه؟ ما انت قلت ياض وانا مش ياض. يلا امشي اديك بالجزمه على دماغك. تسمع الكلام نوران مانجا بقى. يلا نوران الحق نامي في الاوضه دي قبل عماد ما يغير رايه. حاضر، تصبح على خير. وانت من قبل، انت هتنامي بالحديد ده برضه هو في وشك كده. ألف مبروك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. مبروك يا رؤوف، ألف مبروك. يلا بقى يا أم عصام بقى زغرتي وجلجلي. مبحوح مش طالع. ايوه يا استاذ هلال. معلش كنت مشغول ما عرفتش ارد عليك. بكتب كتابي بتجوز يا استاذ هلال. فعلا؟ طب اصل الحقيقه مش هينفع اجي لك دلوقتي. بتجوز، بقولك بتجوز. طب انا جاي لك حالا. ايوه حالا اهو، حالا. لا مؤاخذه البطاقه. رؤوف زغرتي. لا امر يا فندم. ممكن اعرف يا فندم ايه اللي حصل؟ الباشا بيتهمه انه اعتدى عليه وحاول كمان يعتدي على زوجته نهى مندور. لا انا مش مراته، وانا اللي بتهمه انه بيعتدي عليا وبيطاردني في كل حته وعايز اعمله محضر عدم تعرض ليا دلوقتي. نهى ما قلتليش الكلام ده من بدري ليه يا بنتي؟ مين سعادتك؟ انا لواء مندور شكري. اهلا وسهلا. اظن كده يا فندم احنا نكسب، احنا معانا لواء وظابط. هو معهوش حد خالص. هو فين؟ هو معهوش حد خالص. ومين حضرتك؟ انا صديق مقرب للواء مندور وللظابط رؤوف. انا قصدي ايه علاقتك بالمشكله يا فندم؟ ده الكاتب الصحفي هلال كامل، والد المتهم عماد. انا مش متهم، هو اللي اتهجم عليها في الاول، ما كانش ينفع اقف اتفرج. شايفين الشهامه. انا مش عايز اتكلم. والله يا جماعه انتوا حاطيني في موقف محرج للغايه. انا شايف يعني نسيب لكم المكان تحلوا الموضوع ده بالود، وخصوصا ان في سابق معرفه بينكم. هسيب لكم المكان شويه.
يا زياد، هي دي التعليمات اللي احنا بنشتغل من خلالها؟ ايه نسيتها؟ تحب افكرك بيها يعني؟ انت اللي هتفكرني؟ نحترم نفسنا بقى ولا ايه؟ بص يا زياد، انا مش حابب اقرا في الجرايد الصبح ان الضابط امن وطني تعدى على مواطن كان بيدافع عن خطيبته اللي قالي فتحتها. بس هو مش خطيبها. انت عارف يا زياد بيه الجرايد ليها حاجات كده، وساعات بتقول كلام يعني ملوش لازمه عشان الموضوع يبقى حراق، فالموضوع لما يبقى حراق بيولع الدنيا ويأذي المقصود بيه حتى لو ما كانش عمل اي حاجه. يا عم هعيش معاه حياتي وهقول لك رايي. يا عم عيش وسيبنا عيش. ازيك يا بيبي؟ عامل ايه؟ انا زي الفل. انت عامله ايه؟ فينك مش باينه؟ عندي شويه حوارات كده، روح اسلم واجي لك نحكي. من عين قلبي. تعتذري على ايه بس؟ كان منطقي جدا انها تدخل، وبعدين انت مالكيش ذنب في اي حاجه، ده بني ادم مريض يا شيخ. ما كنتش حابه احطك في موقف زي ده بجد، انا اسفه قوي. كل الاعتذارات دي هو اللي رفع عليها السلاح، امال يعني بقى لو كنت انا اللي ضربته؟ لا ما انت ضربته في الاول على فكره. كويس الحمد لله يعني انك ما نسيتيش. وبعدين ان شاء الله الموقف ده مش هيتكرر تاني. انا بس كنت عايزك زي ما انت، والله ما انت متحرك على وضعك يا خلو. أنا جنبك هنا في كابينة 2. عماد، هو في حاجة ولا إيه؟ لا 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 أبداً. بقولك يعني حاول تنسى اللي حصل عشان ما يضايقكيش كده يعني. يا رضا أستاذ دراز، أنا جبت لحضرتك المقال اللي طلبته. ألف مبروك يا نوح. ردود الأفعال والتعليقات على المقال بتاعك هايلة هايلة هايلة. الله يبارك فيك يا أستاذ، الحمد لله. على فكرة يا نوح، أنا عرفت العصر امبارح من زياد طليقك. هو أستاذ هلال هو اللي حكالك؟ لا، باباكي هو اللي حكالي. ما أنت عارف يا نوح أنت بالنسبة لي زي بنت بالظبط، وعمرك يهمني. ده انسان سخيف وبجح، وصلت بالجراءة ان هو يجي تحت بيت استاذ هلال؟ كبري ما تحطيش في دماغك. هو مشكلته بس
ان هو عرف قيمتك بعد ما سبتوا بعض، تلاقيه عايز يثبت لك ان هو مهتم بيكي وانه اتغير عن الاول. والله يتغير بقى لغيري ويبعد عني. عن اذنك. يعني ايه ما ينفعش اجي؟ بس مامي لسه ما رجعتش، ولو جت لقيتنا لوحدنا ممكن تشك في اي حاجه. طب وايه المشكله يعني؟ ما انا باجي وبديكي درس، ولو جت ولقيتني موجود مش هتتضايق خالص على فكره. معلش اقعد انت بس عشان خاطري في اي مكان، وهي اول ما تيجي انا هكلمك على طول. يعني انت عايزاني اقف في الشارع يا منى؟ انا مش فاهم. خلاص براحتك براحتك، تمام هعمل اللي انت عايزه. ولا لقيتي حاجة؟ لا. هتكون شايلها فين دي بس؟ المهم انك كويس. اقول لك اللابتوب بتاعي اتسرق. خلاص مش مشكلة، دي حاجة تتعوض يعني. المشكلة مش في تمنه. امال المشكلة فين؟ في الحاجات اللي عليه. هيكون عليه ايه يعني؟ الشنطة يا ست ايدك يا ست الكل. طب في اي مصلحه تاني؟ احنا في الخدمه، تشغليش دماغك. لو عايزه صاحب الشنطه ذات نفسه يجي متكتف تحت رجلك تعتبريه حصل. لا تمام، شكرا جدا. ان شاء الله بينا نايه بقى. ها يلا. لا خد راحتك. معلش. لا ده انا للاسف. لا براحتك اتفضل. Thank you.
لقيت الكيس ده في الحمام. دي بودرة. نورهان كانت في الحمام قبلي. عبادة أنا عايزك تساعدها من غير ما تسبب أي إحراج ليها. لازم نقف معاها. بابا أنت مش خايف من وجود نورهان دي في البيت؟ أنا مش خايف منها، أنا خايف عليها. معاك حق. طيب أنا ماشي، مش عايز مني حاجة. مع السلامة يا حبيبي. وصلت لحاجة؟ الفيلم اللي مريم صورت جزء منه وتوقف اسمه الحب على شاطئ البحر، ده من إنتاج شركة الصفوة لإنتاج الفن. طب ومش قايلين اسم المنتج؟ ما تذكروش إلا عنوان الشركة بس. طب وهنعمل إيه دلوقتي؟ أيوة زكي، خد العنوان ده، 15 شارع السبيل المهندسين، ده عنوان شركة الصفوة للإنتاج الفني. عايز اعرف اسم صاحبها وساكن فين. يلا. لازم نرجع للشقه مريم، انا عرفت هي مخبيه الفيلم فين. صباح الخير. صباح النور. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ مفيش، قلت اتمشى شويه. الحاجات اللي انت مخبيها وراكي دي هي الدليل اللي هتخليني اجيب حق والدتك، بس انا مش همنعك، براحتك. انا اسفه بس غصب عني. انت لازم تتعالجي وانا هقف جنبك لغايه ما تبقي كويس. مين قال ان انا مش عايزه اتعالج؟ وحضرتك فاكر ان انا مبسوطه باللي انا فيه، بس انا مش عايزه حد يشيل همي، والنبي سيبني امشي. نوران انا عارف ان صعب جدا انك تبطلي، بس احنا كلنا هنقف معاكي. بس بس حبيبتي، بس بس عيطت حبيبتي. انت بوظتيلي البيجامه؟ يعني ايه ما قدرتوش توزعوا الكميه كلها؟ انتوا بتعملوا ايه؟ مش فاهم. الكميه كلها تتوزع باسرع وقت، وتخلوا بالكم كويس قوي من عيون الحكومه. اي زبون تشكوا فيه بلاش تتعاملوا معاه من الاساس. انا مش ناقص مشاكل مع الداخليه. يلا يلا خد حاجه بسرعه. يلا جبت اللي قلت عليه؟ اهو. مين بقى اللي بيدور ورانا؟ صحفي اسمه هلال كامل، بيقول ان هو بيدور على راجل اسمه صداد. صداد؟ اه. مين بقى صداد؟ كل اللي عرفته ان ده راجل بيدخل البلد كميه كبيره من المخدرات. الفلاشه دي بقى عليها فيديو وهو بيستلم البضاعه، وان مريم رياض هي اللي صورته وهو بيستلمها. اه على فكره هو عنده نسخه تانيه من الفيديو، بس انا ما اعرفش مكانها. ألف شكر. خليك هنا. ماشي. أيوة يا حاج، في صحفي اسمه هلال كامل بيدور ورا الباشا. خلي بالك الراجل ده لو وصل لحاجة رجلنا كلنا هتيجي في الموضوع. الو، ازيك يا عصام؟ ايوه مين معايا؟
انا اللي انت مستنيه يكلمك بفارغ الصبر. لا انجز، مش ناقصه خف الدم، انا فعلا مكفيني. ربنا يكون في عوني اللي زيك. طبعا اتسرق منه لابتوب عليه فضحه على نص بلد مصر. المهم منى قالت لك على المطلوب ولا لا؟ انت جبت رقم منين؟ ما يخصكش، قدامك يومين وال 200 الف جنيه يجوا لي، يا اما مصر كلها هتتفرج على فيديوهات المدرس الفاضل. لا 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 لا، قول لي بس انت عايز ايه. اتصرف يا مستر. الو، برافو يا جماعه، بروفه هايله. انا ماجد زيدان، رجل اعمال وصاحب اكبر شركه تنظيم حفلات في الشرق الاوسط. اهلا يا استاذ ماجد، الحمد لله ان اغنينا عجبت حضرتك. عجبتني جدا بصراحه، انا كان ليا صديق اتفرج عليكم مره، هو اللي قال لي لازم اجي اتفرج عليكم، استمتعت جدا بيكم وانبسطت، بس للاسف دي الوقت انا مش هقدر احضر معكم الحفله، بس اكتفيت باللي شفته، انبسطت جدا بصراحه. الحمد لله ان اغنينا عجبت حضرتك، يعني احنا نفسنا نوصل لكل الناس ونفسنا الناس كلها تسمعنا. لا ده حقكم، وعشان كده انا بعرض عليكم امضي معاكم سنه وست حفلات في الدول العربيه. يلا جدا. المهم البطل بتاعنا وافق، عزيز ولا رأي؟ أنا موافق، موافق طبعا. تمام، يبقى هتعدوا عليا بعد بكره في المكتب ونمضي العقود. زيزو، طلع بالله. زيزو، زيزو، زيزو. يلا يا جماعه العربية بسرعة، لازم نحاول نقرب مستشفى. إيه اللي حصل؟ إحنا كنا قاعدين بنتكلم مع بعض عادي، وفجأة لقيته وقع من طوله، أصله ما كانش واكل حاجة من الصبح. وأول حاجة عملتها اتصلت بيك، واتصلت بوالدته من تليفونه. طمنا يا دكتور، حالته عاملة إيه دلوقتي؟ مجرد هبوط بس، والصبح هيبقى كويس. يعني هو لازم يبات؟ الأفضل إن هو يستنى هنا النهاردة لحد بس ما نطمن إنه بقى كويس. بعد إذنك. اتفضل. عز، عز مالك يا حبيبي، في ايه؟ طمني طمني، مفيش اي حاجه، هيبقى كويس. هو بس اصله ما فطرش كويس ونزل عمل مجهود، وانا هبات معاه هنا. تبات معاه؟ انا اللي هبات معاه؟ انت ليه عايز تحسسني اني مش امه؟ خلاص يا عم هلال، انا هبات معانا وام عز. ام عز؟ ودي ايه دي كمان؟ طبعا تلاقيكي واحده من اللي مضيع وقت معاهم في المزيكا وكلام الفاضي. يلا يا ماما، يلا شوفي وراك ايه. تعالى معايا انا هوصلك. انا تعالى معايا. ام عز ايه؟ هي مش امه. اهو استاذ هلال، عملت ايه يا زكي؟ طلعت الملاح دخل الفيلا بتاعت صلاح ضاحي وقالوا بتاع نص ساعه. صلاح ضاحي؟ ده راجل الاعمال بتاع السياحه. انت متاكد من الكلام ده؟ والله اليافطه قدامي اهي. صلاح ضاحي، صدق. اسمع زكي، انا هروح البيت اجيب الشريط اللي عليه الفيديو، وانت سبقني على شقه مندور. سلام عالمي. بتشرب ايه يا عماد؟ لا ولا اي حاجه، انا جاي اطمن على نهى ونازل على طول. ايوه تطمن، بس هتشرب حاجه؟ هتشرب النسكافيه بتاعي تخصصي، مفهوم؟ ماشي. هتشربه غصب عنك، المساله مش بمزاجك. انا مش هيشرب النسكافيه. اتفضل. الحمد لله انت بقيتي احسن دلوقتي. الحمد لله. بصي بقى، انا هكتب لك على ادويه هتريحك جدا، بس مش عايزك تفكري في اي حاجه بقى تعمل لود على اعصابك. كانش لازم تسيب شغلك وتتعب نفسك. لا ما انا بحب التعب عادي، وبعدين انا ما جيتش هنا من فراغ. اقصد يعني ان بابا موصين عليك. استاذ هلال ده دايما بيفكر في حل مشاكل كل الناس اللي حواليه، بصراحه انا بحسدك عليه. بابا ده اهم حد في حياتي. طب وابنك ماله؟ انا اسفه اني بسالك في حاجه شخصيه يعني، بس كان استاذ هلال كان حكالي يعني حاجات عنك. لا مفيش حاجة، مضو ده أحلى حاجة حصلت لي في حياتي، بس هي مامته تفكيرها غريب، شايفة إن أي بلد عربي يبقى مكان للإرهاب. اتخانقنا كتير بسبب الموضوع ده، وفي الآخر خيرتني أسيب مصر وأسافر معها روسيا. أنا انفصل وسبت بعض.
بالظبط، حياتي كلها هنا. ده زي بالظبط ما يكون استاذ هلال هو اللي بيتكلم قدامي. انت عارفه ايه بقى اكتر حاجه مضايقاني في اللي حصل لك ده؟ ايه؟ ان انا يوم ما افكر اعمل لك حاجه عشان تبسطك واروح اجيب الجورنال اللي فيه المقال بتاعك والف بيه الورد، يحصل لك كده في الاخر. ورد؟ اه، وجورنال كمان. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا ماما. الف مبروك يا دناوي. مبروك يا حبيبتي. ايه ده مالك؟ مش شكلك مش مريحني دبلانه كده ليه؟ لا عادي ولا حاجه. ايه دبلانه ازاي بقى؟ ده صابرين حبيبه قلبي ضحكتها كانت مسمعه الشوارع اللي حوالينا كلها قبل ما حضراتكم تشرف. لا عادي، ما هي معروفه اول ما بتبدا بضحك يبقى لازم تنتهي بغم. عسل حماتي. عسل اسود يا جوز بنتي. طمنيني عملتوا ايه؟ ما عملناش حاجة. يا نسبتي؟ ايه؟ ايه يا نسبتي؟ ولا حاجة ازاي؟ ايه نسبتي دي في ايه يا ابني؟ لا 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 مفيش حاجة، ولا حاجة ازاي بقى؟ ده احنا ما سبناش حاجة، ما عملناهاش. صابرين حبيبتي ما قصدها ما سبناش حاجة، ما عملناهاش. يا سلام كده طمنت قلبي يا حبيبي. علمتها رماية الطبنجة 9 مللي؟ علمتها ازاي تقبض على مجرمين؟ علمتها ركوب الخيل؟ ركوب الخيل ده احنا كنا دلوقتي قبل ما انتوا تشرفوا كنا احنا هنا رهوان، ده احنا وقفنا بس لما حضراتكم شرفتوا خدنا بريك. احنا اصلا في بريك من امبارح. ايه بتهزر صابرين حبيبتي بتهزر. هو في ايه؟ هي البنت كل ما تيجي تقول كلمه تنط بقها وتسكتها ليه؟ ها؟ وما بينا يا صابرين يا حبيبتي علشان انا عايزه اعرف ايه اللي حصل، اصل فار بدا يلعب في عبي وعايزه اطمن بقى. بلاش لسه الفار ينط على هنا. كلمني، هو في ايه؟ حصل حاجه؟ ما هو الحكايه انه ما حصلش اي حاجه. يا نهار اسود، وحشه. ما حصلش اي حاجه وحشه. اه كده طمنت قلبي حبيبي. بابي. يا من عايزه حاجه؟ انا كنت عايزه موبايل جديد وشويه هدوم كده. شويه هدوم ماشي، بس الموبايل اللي معاكي ما هو جديد. لا ما اصل كل اصحابي كل معاهم ايفون اكس. ماشي يا ستي. خد يا من. ثانك يو بابي. ايه ده جمال؟ يا حبيبتي فلوس عشان تشتري هدوم جديده وموبايل جديد. في حد يدي بنت في ايدها مبلغ زي ده؟ انا هاخد الفلوس دي وابقى اجيب لها اللي هي عايزاه. يعني كاف الف طلع اسمه كمال اكرامي. سافر اليابان في بعثه تعليميه عشان يتعلموا هناك نظام تعليمي جديد بيطبقه اليابان اسمه التوكاتسو. المفروض ان هم يجوا يطبقوه هنا في 212 مدرسه هتبنيها اليابان هنا في مصر على حسابها. طب وهو ايه اللي طلعه حاجه زي كده؟ المفروض انه كادر اداري. يعني هي جت عليه هو اهلال ده، كل اللي سافروا معاه في البعثه اداريين في وزاره التربيه والتعليم. مش كده وبس، دول كملوا العدد بقرايبهم كمان على اساس انهم مدرسين. يعني راحوا يتفسحوا شويه ويفكوا عن نفسهم على حساب الدوله. ربنا يستر بس وما يتفشوش في اليابان ويتعرف انهم مش مدرسين، هتبقى فضيحه. يعني فرصه وجات لينا ان احنا نعلم المدرسين بتوع نظام جديد ينفع الطلاب، نقوم نضيعها من ايدينا عشان هو واصحابه يروحوا يتفسحوا. بس في حاجه يا ليل، انت قلت لي ان كاف الف ده معاه دكتوراه، عفاف اختي قالت لي ان كمال اكرامي ده لا دكتور ولا حاجه. جبت لك اخبارهم عالمي. طب كويس، استنى لما اكتب وراك. ليلى الشناوي هجرت بره مصر من سنين. ونعيمه؟ لا لا مفيش حد بالاسم ده. الشيخه ريهام شفيق. شيخه دي. ايه؟ دي ممثله. لا ما هي اعتزلت اعلامي وبقت داعيه. تغيير مهنه يعني. يبقى اكيد هي دي الدكتوره. لا لا الدكتوره دي ليلى الشناوي اللي هجرت. هجرت. وده حصل لها ازاي؟ خير يا استاذ هلال. ايه بقى المشكله اللي حضرتك عايزني فيها؟ منى حفيدتي في مدرس عندها في المدرسة
لعب عليها واوهمها انه بيحبها وصورها كم صوره كده. طب ازاي مدرس يعمل كده مع بنت قد بنته ولا اخته الصغيره؟ طب ما الخوف كده لحسن تكون العلاقه اتطورت يعني الحاجه التانيه، سواء مع حفيدتك او مع بنت تانيه برضو. المشكله ان اللابتوب بتاع المدرس ده اتسرق وعليه الفيديوهات. الفيديوهات دي وقعت في ايد واد اتصل بمنا وحاول يبتزها. طب الواد ده بيتكلم من رقم ثابت ولا من اكتر من رقم؟ هو كلمها مرتين من نفس النمره، هي كاتبه لي النمره معايا هنا. ساعات وهجيب لك الواد ده. هي حفيدتك في مدرسه يا استاذ هلال؟ مدرسه اجيال الدوليه. اجيال؟ اجيال الدوليه؟ طب المدرس اللي عمل معها كده اسمه ايه؟ عصام منصور. ايه؟ عصام منصور فيه ايه؟ عصام منصور ده اخو مراتي. اخو مراتك؟ طب على خيرة الله. في بيتها يعني. خلي بقى الست غدا تشبع بنص المعرض، تجيب لب وتقزقزه، تنقل شغلها، هي حر. ده انت طلعتي مش سهله. بقى معقوله تنقلي كل البضاعه اللي موجوده في المعرض توديها المخازن وتخلي المعرض على بلاطه؟ ده تفكير شياطين. طبعا هي فاكراني تلميذه. انا ياما اتمرمطت، خدتها من شرقها لغربها. هتيجي بنت امبارح تعمل عليا انا مفتحه؟ ولعلمك يا عامر انا مش هعديها لها بالسهل. الله يا دراز، الله، المقال قلب الدنيا. مفيش حد في وزارة التربية والتعليم إلا وبيتكلم عن موضوع إكرامي والشلة بتاعته. على فكرة في أخبار إنهم هيحولوا الجماعة كلهم للتحقيق. فرحتيني يا عفاف، ده أنا لسه عارف خبر إن وزير التربية والتعليم هيعمل مؤتمر صحفي بكرة ويوضح كل حاجة ويدين الناس دي. لا وإيه كمان؟ اتضح بقى إن الموضوع منتشر في الوزارة وإن في ناس كتير عملوها قبله. لا يا شيخ، واحنا عمالين نقول ايه اللي بيجيبنا ورا؟ ما هو بسبب امثالهم. تصور ان كان في بعثه من الطلاب المكفوفين هيسافروا فنلندا عشان يلعبوا كره الجرس. بعد يعني ما فتشوا وراهم اكتشفوا ان الطلاب المكفوفين ليسوا مكفوفين ولكن مفتحين. عبس، والله العظيم عبس. يا خوفي بعد شويه الموضوع يتنسي ويصفروهم برضه ويعملوا لنا فضيحه وجلاجل هناك. لا لا، انسى انسى. الوزارة خلاص وقفت ومش هتقعد بعد اللي حصل ابدا. عفاف خليكي معايا ثواني، هلال معايا على الانتظار. ها آه هلال، هكون فين يعني؟ في جنان. ايه؟ انت وزكي؟ اجيلكم فين؟ انت متأكد يا زكي ان نريمان موجودة هنا؟ ايوه عالمي، ده من كتر حفلات الرقص اللي عندها ما بتلاقيش وقت تروح فيلتها. لا يا شيخ، بقول لك البلد ما فيهاش شغل. انا جاي لك بصفه وديه مش كصحفي، عايز اسالك عن حاجه. حاجه ايه؟ مريم رياض. الله يرحمها، مالها؟ انت كنت اشتغلت مع مريم رياض في مسرحيه شقاوي البنات. حصل. مريم رياض كان معاها شهاده من اكاديميه التمثيل في كاليفورنيا. انا عرفت ان الشهاده دي مزوره. مزوره؟ واللي زور الشهاده دي هو نفسه اللي زور شهادة الدكتوراه بتاعتك. شهادة ايه بتاعتك اللي مزورة يا بيه؟ أنا الدنيا كلها عارفة إن أنا معايا دكتوراه في علم النفس من بلاد بره، والشهادة معايا وموثقاها من السفارة ومن وزارة الخارجية. بقول لك الشهادة معايا، حطها في عين التخين. أما مريم مزورة شهادتها، أنا معرفش الحكاية دي، أنا أول مرة أسمع الكلام ده. واللي عمل كده يبقى جوزي كاف ألف. كاف ألف؟ ده جاسوس ده يا اخويا ولا ايه؟ انتوا مين يا جماعه وعايزين مني ايه؟ انت كنت متجوزه عرفي سنه 98 مش كده؟ وبعدين بقى انتوا حد زيكوا عليا يا بيه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ هتردي على الباشا نعيمه. نهارك اسود. انت عرفت الاسم ده منين؟ احنا جايين نعرف منك معلومه وهنمشي، مش قاصدين اذيه ليكي. يا بيه انا ما اعرفش اي حاجه عن الكلام اللي انت بتقوله ده. انا صحيح ساعه عرض المسرحيه كنت متجوزه محسن النجار المغني، بس ده ما بقاش عرفي ولا حاجه. لما مراته قفشتنا مع بعض وعملت فضيحه، مصر كلها ساعتها عرفت ان احنا متجوزين.
وساعتها انا غيرت اسمي عشان خفت من الفضيحه. الدكتوراه بتاعتك يعني في دكتوره تشتغل الرقاصه؟ الدكتوراه بتاعتي مش مزوره وانا بشتغل رقاصه برضايه. وده كلام ناس عاقله برضه. ده انا ابقى مجنونه لو ما عملتش كده. يا بيه اللي انا بكسبه وانا رقاصه في يوم واحد ما بيكسبوش رئيس جامعه في شهر بحاله. ده غير المركز الاجتماعي والسلطه. مركز اجتماعي وسلطه وانت رقاصه؟ لما خدت الدكتوراه حبيت اطلع رخصه سواقه، قعدت 1000 سنه بجري في المصالح الحكوميه وبرضه الرخصه ما طلعتش. لما اشتغلت رقاصه بتليفون مندي اقدر اطلع رخص لاي حد وانا قاعده في مكاني وحاطه رجل على رجل. رخص ايه؟ يعني هتكون رخص ايه يا هلال يا اخويا؟ طلعتش هي. ده وقت تقفل فيه التليفون يا رؤوف. وحشتني اليومين دول. للدرجة دي؟ وأكتر كمان. وعاملة إيه في العلاج؟ بدأت أحس بتحسن ودكتور عماد بيطمني. طب الحمد لله. أيوة كده. أنت بنت جدعة وقوية. وحشتني قوي. وحشتني لميتكم حواليا. الورق ده جالك ازاي؟ هو ده اللي يفرق معاكي؟ جالي ازاي؟ الورق ده لقيته على مكتبي النهارده الصبح، شكله كده يخصك. انت عايز مني ايه؟ ازاي ضميرك يسمح لك انك انت تجري في اعضاء الناس؟ انا وقتها عملت التنازلات بس، وبعدين انا ما غصبتش حد، الناس باعت وقبضت الثمن. تستغلي حاجة الناس وتقولي ما غصبتش على حد؟ انت جاي تحاسبني على حاجه عملتها من 12 سنه؟ انا ما كانش ليا اي دعوه بالبزنس ده، كل اللي عملته شغل قانوني وبس. اول مره احس ان انا عاجز ومش عارف اعمل ايه، ابلغ عن بنتي ولا اخالف ضميري واسكت؟ لو تيجي طبعا لازم تبلغ عني، جايز يدوك نشان ولا شهاده تقدير. وما تنساش بقى تبقى تطلع في كام برنامج تتكلم بقى عن الشرف وعن المبادئ و100 الف طز فيا، المهم الناس تسقف لك، جايز كده ارتاح ضميرك. كنت هطرده من الاول بس ما رضيتش عشان خاطرك. تعالى هنا. انت مش قلت لي ان انت اتخلصت من الورق؟ ابوك الدنيا مقلوبه عليا بسببه، وفي ناس كتيره متضايقه من اللي بيعمله ممكن يسكتوه، وانا ما عنديش استعداد اخسرهم. وبعدين الدنيا علمتنا حبيبتي ما تخلصش من ترطفه ورق حد، لان كل حاجه بيجي لها وقت ونحتاج لها. استاذ هلال. ايوه. انت من ساعه ما دخلت حياتي وهي اتشقلبت، انا مش عارف ادخل انا ومراتي. يا انا كنت من زمان عايز اقول لك الحكايه دي. ما تقلقش، ما تقلقش خالص، كل حاجه ليها علاج. ما تشربش كاكاو. نعم. ما تشربش كاكاو. كاكاو ايه؟ كاكاو. كاكاو ايه؟ بقول لحضرتك انت السبب في مشاكلي، انا بقيت اشوفك اكتر ما بشوف مراتي. طيب ما تشربش كاكاو تاني. هيقولي كاكاو تاني. قوم افتح، قوم افتح شوف مين. انا مكسر. قوم افتح بس. افتح ايه؟ قوم متنحش. ازيك يا روبي؟ اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل اتفضل. انت ايه يا جدع، انت ايه اللي خلاك تمشي بدري وتسيب الجنون كده؟ وبعدين انت ايه اللي مقعدك هنا اصلا بعد القلق اللي حصل ده؟ بقول لك ايه يا هلال، انت مالكش قاعده هنا. احنا ما نضمنش الناس اللي تسبب في سجنهم دول، ممكن يسلطوا عليه حد او يعملوا معاك حاجه وحشه. هلال من الاخر كده بكفايه اللي حصل،
انت هتيجي معايا البيت وتقعد عندي. انا ما برتاحش غير هنا يا دراز. عندي هترتاح اكتر ان شاء الله، حتى عفاف اختي هتفرح قوي لما تيجي معايا. اه انت كده يعني بتشجعني ان انا اجي معاك. كسبت بيت بنتك ليه كده يا استاذ هلال؟ ما ارتحتش هناك. خلاص يبقى هتروح تقعد عند الاستاذ دراز زي ما بيقول، ومن بكره هيبقى معاك حراسه. ده حراسه ايه؟ لا 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 بلاش الحاجات دي، انا احب ابقى براحتي. مش هتحس بيهم، هو ده اللي لازم يحصل. وانا مش هتنقل من هنا الا ما تيجي معايا. طيب في مشوار مهم هعمله انا ورؤوف وبعديها هاجي عليك على طول. مشوار فين؟ هوصل معاك البيت واصالحك على مراتك، وهفضل معاكوا لغايه ما تطمن انك انت تمام. انك انتوا يعني صالحته يعني. ايه تمام دي مش فاهم. ايه يا ماما؟ ده بيقول يا ماما. ايه يا حبيبتي؟ انا عندك في البيت، مراتك ضربه بوز ليه؟ ايوه ما احنا متخانقين يا ماما، احنا متخانقين. ليه كده بس يا ابني؟ خلاص خلاص خلاص، انا بعدت اجيب اهلها، بعدت اجيب اهلها، هنحل المشكله. خلاص يا ماما خلاص انا مش ناقص مشاكل ارجوك. يا حبيبي انا مش عايزه غير سعادتك. بقول لك ايه، تعالى وانا هحل لك الموضوع. ما انا جاي جاي دلوقتي جاي. مع السلامه يا حبيبتي. امك ست جميله والله. شكر جدا يا استاذ. لا ست جميله وبان عليها طفصه ومجنونه، ربنا يخليها لك. الله يخليك. خربت بيوت ايه؟ زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. سامع امك يا رؤوف؟ ما تهدي شويه يا حاجه، هما لسه دخلوا عشان يخرجوا؟ وكمان ما دخلوش. هما ما عرفوش. ماما كده هتتعصب. مش دي اللي كلمتك وقالت لك لازم نحل الموضوع ده؟ عايزه تحله خالص. سيبك منهم يا استاذ وخليك معايا انا. ايوه ينفع راجل يسيب مراته الليلة دخلته وينزل؟ يا خبر ابيض. لا لا طبعا ما صحش يعني. ايه حتى لو كان نزل بسبب شغل مهم يخص ناس مهمة؟ لا لو شغل مهم يبقى معذور الحقيقة. يعني ايه معذور يا استاذ؟ الاستاذ رؤوف زي ما بيهتم بشغله يهتم بمراته كمان. والله اللي اعرفه بقى اللي تحب حد تستحمله في الوحش قبل الحلو. وهو فين الحلو ده حضرتك؟ غلاويه او المراته. يرضيك يا استاذ واحد ما نعرفوش يتصل بيه في انصاص الليالي يقوم يسيب مراته وينزل؟ لا 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 ما صحش طبعا. ده مين ده يا رؤوف؟ ده يبقى يبقى كفايه كده. او بص لكم على حاجه، رؤوف راجل محترم وبيحب بنتكم جدا، وصابرين بتحبه، ومادام بيحبوا بعض يستحملوا بعض، مش كده يا رؤوف؟ مش كده اسمها ايه جاي صابرين؟ مش كده يا صابرين؟ لا مش كده بقى، مش كده بقى يا استاذ. وهي ركبت في دماغي انا هاخد البت دلوقتي ونلم هدومها ويلا على بيت ابوها علشان تعرف قيمتها. رؤوف لم هدومك وسيب لها البيت عشان تعرف قيمتك. لم هدومه ايه اذا كان هو ببيته؟ ايه ده يوسف وهبي؟ ايوه نهى. مشهد حزف. انا مش في البيت، تعليلي على بيت دراز. لا ما هو بيت دراز ده بيتي. وهاتي كمان الواد زكي معاك عشان يمكن احتاجه في حاجه. ومنظور هاتي منظور. بصي اي حد مش لاقي حته ينام فيها هاتي. يلا. هو انت بقى مش هتحكي لي على القضيه اللي قلت لي عليها؟ هقول لك. عفاف عفاف. نعم. جهز العشاء بسرعه. عشاء ايه تاني؟ لحقوا جعوا، ده سبع عشاء بجهزه. انت اتهبلت يا عفاف، عيب كده، دول ضيوفهم عايزاهم يقولوا علينا ايه؟ بخل. حاضر حاضر. دي كل تفاصيل القضيه بتاعتنا، وهشرح لكم كل واحد هيعمل ايه بالظبط. اول حاجه هنبتدي بيها الكوافيره بتاعت مريم. انا فاكره الكوافيره دي عشان ماما مره خدتني معاها وكان ساعتها عيد الطفوله وقالت لها تعملي شعري. هايل. عارفه مكانها؟ تقريبا كانت في نفس شارع مريم. تبقي تتحركي عليها انت وزكي. مش عايزك تسيبيها الا لما تعرفي منها كل حاجه. انا نورهان بنت مريم رياض. بنت مريم رياض؟ ايه ده؟
هي مريم خلفت من ورايا ولا ايه؟ اصل الله يرحمها عمرها ما قالت لي حاجه زي دي. معلش اصل هي كانت مخبيه عن الناس كلها. عامه انا مش هعطلك. تعطليني ده ايه؟ ده انت بنت الغاليه تشربي ايه؟ لا لا شكرا، بس انا جاي اسالك سؤال كده وهنمشي على طول. تمشي ده ايه؟ ده احنا هنتغدى ونتعشى سوا النهارده. معلش خليها مره تانية ان شاء الله. لا لا انت شكلك كده مش طالعه لماما، الله يرحمها كانت ست كريمه جدا. الا قولي لي هو مين الاستاذ؟ اوعى يكون جوزك. لا جوزي ايه، انا مش متجوزه. انا زكي. مع انه مش باين، بس تعرفي لؤي ابن اختي هيليق عليكي اكتر، شاب زي القمر. استني لما اكلمه، هو بيشتغل في بنك، ده زي القمر هيعجبك قوي. ايه يا حاجه ايه، لوك 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 لوك، انت نسيتينا احنا جايين ليه اساسا؟ معلش اصلها كانت وحشاني جدا. وحشاكي انت اول مره تشوفيها. كان في مذيعه برنامج ديني في الراديو بتيجي عندك، ماما اتعرفت عليها هنا وبقوا اصحاب. مذيعة تقصدي الأستاذة ناهد فؤاد. نون فيه صح. طب قولي لنا بقى ناهد دي احنا نلاقيها فين؟ هي الحقيقة بقالها سنين ما بتجيش المحل، بس لو انتوا عايزينها يعني ممكن تلاقوها في مبنى الإذاعة. أول ما تعرفوا منها اسم المذيع تبلغوا جراز ومندوب. دي أول قضية نطلع نبحث فيها سوا يا مندول، عشان كده أنا متفائل قوي إن إحنا إن شاء الله هنوصل لحاجة بإذن الله. بس ما تنساش إن دي شغلتي، إن شاء الله هنوصل للنتيجة اللي أنت عايزها إن شاء الله. أهلا وسهلا. أهلا 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 أهلا، نورت مكتبي. ربنا يخليك يا نور. حضرتك أنا دراز أبو المعاطي، رئيس تحرير جريدة نبض الشعب. وأنا اللواء مندور شكري. وانا اتشرفت بيكم. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. بفضلك. امروني. احنا جايين نسال حضرتك عن المذيعه ناهد فؤاد. ناهد الله يرحمها ماتت؟ ايوه ماتت في المكتب هنا على الكرسي ده. يلا مندور اقعد يا راجل اقعد، بلاش التشاؤم ده اقعد. هي اصلها كانت تعبانه، كان عندها القلب، جالها كرشة نفس وضيق في التنفس، خدناها وجرينا على المستشفى، لحقناها. لحقتوها؟ طيب يا اخي طول من الاول وقعت ركبي، ليه قلت ماتت؟ ما هي بعد اسبوعين بعد ما خرجت من المستشفى جينا نديها سكريبت الحلقه بتاع البرنامج، لقيناها ماتت على الكرسي ده. لا فعلا يلا بينا يا دراس. لحظه انا بدات احس بنغزه في قلبي. انا مستعجلين ليه؟ ده انا طلبت لكم 2 قهوه ساده. الدوام لله، متشكرين قوي. يلا يا مندور وشك حلو عليا قوي يا مندور. وكان بصحبتهم بعض المشايخ والدعاء في هذا الحادث الأليم الذي أمس أبناء هذه القرية، وكان من أبناء هذه القرية كثير من الشهداء. دي كل الأخبار اللي قدرنا نجمعها عن الموضوع. معتز اطبع لي الاخبار دي وحط لي الفيديو ده على فلاشة. انا استأذنت من المكتب وجيت لك. خير؟ يا ترى جمال عامل معاك ايه؟ لغايه دلوقتي مفيش، بس انا متاكد ان هو مش هيسيبني في حالي. ايه المصلحه بقى اللي انت قلت لي عليها في التليفون؟ في ورق في الخزنه بتاعه مكتب جمال وانا عايزاك تجيبهولي. ما اقدرش طبعا، انا مش ناقص مشاكل مع جمال، كفايه اللي حصل. وهو ايه اللي هيعرفه بس؟ انت موظف وشيء طبيعي جدا انك تدخل بعد ما الموظفين يمشوا او بعد ما جمال نفسه يمشي. وايه بقى المقابل؟ تذكرتين سفر ليك ولنجله، تروحوا تعيشوا في اي حته بعيده عن عين جمال. ما هو اصل جمال مش هيسيبك في حالك.
تذكرتين سفر، ده على اساس ان انا مش قادر اوفر ثمنه. ونص مليون جنيه اتحطوا باسمك في البنك. الاهم بقى فيديوهاتك انت ونجله هتتفرم قدام عينيك. وانا ايه اللي ضمن لي كلامك وانا مش عارف العيبك؟ ده انت لسه معلمه على نجله. لا 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 لا، نجله ده ايه؟ نجله حبت تصيع عليا فحبيت اصفي حسابي معاها. شغل ستات انت مالكش فيه. مشكلتها انها خطفت جوزي. انا طبعا عارفه ان انت مالكش ذنب في اي حاجه وانك اتجريت في الرجلين كده بسبب غبائها، بس تقول ايه بقى؟ وانا هفتح الخزنه دي ازاي؟ دي ورقه فيها الثلاثه باسورد اللي جمال ما بيستخدمش غيرهم. اكيد خزنه المكتب هتبقى واحده منهم. امال طه ايه الاخبار؟ رجاء معلش بس كنت عايز التليفون بتاعي عشان عايز اكلم البيت عندي. ماشي. عموما كلها يومين وتخلصوا وتخلصوا وعندي ليكم خبر حلو. خير يا بيه؟ الشركه اللي انا تابعها طالبه عمال وانا رشحتكم تشتغلوا فيها، هتعمل لكم عقود وبمرتبات ثابته. يا بركه دعاك يا ام. بس قلت لك هترجوا تحلو يا طه. بس يعني محتاجين يعملوا شويه تحاليل عشان مش اي حد بيتعين في الشركات دي. قلتوا ايه؟ موافقين. موافقين طبعا طبعا موافقين. يعني المذيعة اللي اسمها نهاد فؤاد اللي كانت هتوصلنا لسيدنا ده ماتت؟ ايوه. في خبر عن بعض القيادات ورجال الدين اللي راحوا يعزوا، ممكن سيدنا يكون واحد منهم. ودول هنعرفهم ازاي؟ ده في طابور مشايخ. طب في خبر تاني هو على لسان رئيس مركز الشباب اللي نظم الرحله. ده كده أعرب رئيس مركز شباب أطويح بالجيزة المنظم للرحلة عن بالغ حزنه لوفاة أبناء المركز، وقد صرح بأنه من قام بتنظيم الرحلة من أطويح إلى أسوان وأن الضحايا ماتوا شهداء للوطن. وده خبر لقيناه في أقوال مختلفة عن كل اللي قريناه. وريني كده. في سؤال أحد أقارب الضحايا عن الحادث أجاب بأن الاختطاف لم يكن بغرض القتل فقط وإنما لأسباب أخرى. عايز اقابل اهالي الشباب دول. يبقى لازم نتحرك على اطفيح. وجادلهم بالتي هي احسن. وجادلهم بالتي هي احسن. ان ربك هو اعلم. ان ربك هو اعلم. بمن ضل عن سبيله. وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. يلا يا أولاد روحوا انتوا دلوقتي، واللي مش عارف معنى أي كلمة يسألني عنها المرة الجاية. يلا اتفضل. احنا أسفين اللي جاي لك من غير معاد. الناس في البلد قالوا لنا انك انت كبير هنا. العفو يا استاذ، الكبير ربنا. انا بعت الماهر وزمانه جاي، هو فاتح مكتبه ادوات مدرسيه جنبنا هنا واحنا في انتظاره. ربنا يبارك لك في اللي بتعمله مع الاطفال دول، هم المستقبل. عم ابراهيم، عم ابراهيم اهو جه. تعالى يا ماهر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الجماعة جايين عشان حادثة الأتوبيس. الباقي في حياتك في أخوك وفي كل اللي ماتوا. ونعم بالله إن شاء الله حقهم هيرجعوا. بس إحنا عمرنا يا باشا ما سمعنا عن حق بيرجع بعد 14 سنة. أدينا بنحاول أهو، عايزين بس نعرف منك أي معلومة عن الحادثة. القضية اتقفلت يا باشا، وبعدين كل المعلومات اتقالت في الجرايد وقتها. إحنا بقى عايزين نعرف اللي ما اتقالش وقتها. وبعدين عم الشيخ إبراهيم قال لنا إن أنت ما شاء الله شاب مثقف وهتساعدنا. البلد يا باشا اللي عين الحكومة بتغفل عنها بيحصل فيها أكتر من كده. أنا أول ما اتخرجت اتعينت في مركز الشباب بأجر يومي، ولاحظت إن الميزانية اللي بتدخل للمركز بيتصرف ربعها بس، وللأمانة الباقي كان بيتثبت في الكشوفات. بس بيروح فين في الحقيقة؟ الله أعلم. ولما حاولت أدعبس وأتكلم في الموضوع مشوني من المركز بحجة تخفيف العمالة. ولما العمالة اللي مضايقاهم تخف إيديهم هتخف أكتر. بالظبط.
عاطف بيه مدير المركز بعدها عمل رحلة أسوان وحصل اللي حصل. عرفنا إن في إرهابيين هجموا على الأتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. ما هو ده اللي اتنشر في الجرايد. اللي ما اتنشرش بقى سعادتك إن الحكومة لما هجمت على الإرهابيين لقوا كل الجثث اللي كانت في الأتوبيس متقطعة وكانت مفتوحة وأعضائهم متاخدة منهم. يا ساتر يا رب. وما اتكلمتش ليه يا ماهر ساعتها وقلت الحقيقة؟ بلاش عشان الناس، عشان أخوك حتى. اتكلم اتكلم أقول إيه يا باشا؟ سعادتك إحنا في بلدنا دي ممنوعين من الكلام، محدش فينا بيطلع له صوت، يوم ما صوتنا بيطلع بيبقى من صراخنا اللي برضه ما بتسمعش. إحنا يا باشا في البلد دي مش موجودين على الخريطة أصلاً. حتى عم إبراهيم نظره راح من كتر البكا على بنته. ربنا يصبرك يا شيخ إبراهيم. إبراهيم إسحاق يوحنا. إيه؟ إيه ده؟ معلش اسمح لي يعني شيخ ابراهيم، يعني عم ابراهيم انت ازاي تبقى مسيحي وبتعلم الاطفال قران؟ عم ابراهيم بيعلمنا القران من اكتر من 30 سنه، وكل الناس اللي هنا بيبعتوا لي ولادهم احفظهم قران. يعني انت بنتك راحت على ايد الارهابيين اللي بيدعوا الاسلام وانت بتعليك؟ قلتها بيدعوا. أنا لولا حافظ كتابكم كلمة كلمة ما كنتش عرفت أفرق بين الإسلام وبين اللي بيعملوه الناس دول. هو عاطف مدير المركز طلع في الرحلة دي؟ كان معاه. هو الوحيد اللي ما ماتش فيهم. راجل مؤمن قوي قوي. ده بقى الحب اللي في صمت اللي بيقولوا عليه. يا رضا ده في ايه؟ أنا اللي بسأل في إيه على فكرة؟ لو يعني ما بتعرفش تفتح مواضيع قول لي يعني. بتعرفي أنت يعني؟ لا بس هنسأل اللي بيعرفها. أصلك ساكت يعني من ساعة ما قعدنا مش فاهماك. هقول إيه يعني؟ زيزو هو أنت زعلان مني في حاجة؟ هزعل منك ليه يا رضا؟ فهمت دلوقتي أنت متغار معايا ليه؟ مين نورهان دي؟ في إيه؟ مين نورهان دي؟ واحدة صاحبتي عادي يعني. ودي بقى اللي مخليك ما بتكلمنيش زي الأول ولا بتسأل عليا. تمام. انا بس انت كنت وحشني كنت جاي اسال عليك بس ما عطلكش بقى عشان تعرف ترد على ست نورهان. وبعدين ايه نورهان دي اصلا؟ ايه ده؟ هو رضا ده اللي عادي يعني؟ خد تعالي تعالي تعالي. انت بتغيري ولا ايه؟ اغير؟ لا طبعا بس ما تغيرش الموضوع. قولي مين نورهان دي. بتغيري والله العظيم بتغيري. الارهاب ما بيفرقش يا استاذ هلال، ودي مش اول حادثه تحصل. إن شاء الله هتكون الأخيرة. الناس بقى في البلد كانوا بيقولوا إيه وقت الحادثة؟ هيقولوا إيه يعني غير اللي شافوه في التلفزيون؟ مجموعة إرهابية خطفت أتوبيس وقتلوا كل اللي فيه. وحضرتك بقى كنت بتقول إيه؟ في الحقيقة الخبر وجعنا كلنا. تخيل الحزن لما دخل كل بيت فيه ابن أو بنت أو حد من قرايبهم كان راكب الأتوبيس ومرجعش. ولاد الكلب، ولاد الكلب. لو شفت الغل اللي في عينيهم يا استاذ هلال وهم هاجمين على الاوتوبيس. كانوا بيدوروا على المسيحيين الاول وفي الاخر طاحوا في الكل. يعني كانوا بيقتلوا المسلمين والمسيحيين وانت بقى بوزي ولا ايه؟ شايفك سليم يعني. سليم؟ امال دي ايه يا استاذ هلال؟ ايه؟ رصاصه. شفت رصاصه جت في رجلي ساعتها واغمى عليا. شوفوا ولاد الكلب ياخدوا كل الباقيين ويسيبوا الراجل ده بكامل اعضائه. سبحان الله. هنعمل ايه؟ ربنا دايما بيسترها مع الناس الغلابه. ما عشان بيسترها مع الناس الغلابه دلنا على طريقك. يلا بينا رؤوف. حلوه قوي حركه الرصاصه دي. ملعوبه. أي فندم. أي فندم. حالا 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 يا فندم هيكون عند حضرتك. حاضر. اتفضل اتفضل اتفضل.
برضه رؤوف ما بيردش. احنا لازم نتحرك بسرعه يا هلال. انا حاسس ان انا متكتف ودماغي مقفوله ومش عارف افكر. ربنا يستر ربنا يستر. ايوه حفيدك معانا يا هلال، هيفضل في امان لحد ما نخرج بره البلد. ساعتها بس هنقول لك مكانه فين وتروح تجيبه ازاي. لكن نبه على صاحبك اللي اسمه رؤوف ده، قول له انه لو حاول يقرب لنا او يهاجمنا باي شكل من الاشكال مش هتشوف حفيدك تاني. لو زيزو جرالوا حاجة مش هسيبكم. دي اطرافات العيال يا فندم اللي طبض عليهم بتوع الخلايا الإرهابية، بيتبلغوا التعليمات من أبو مصعب يعملوا تفجير كنيسة وجامع في وقت متزمن. عايزين يعملوا فتنة في البلد. يعني هو التصور الساذج اللي عندهم دايما ان هم يعني لما يعملوا كده الناس هتنزل يعني تدب في بعض وبتاع. المهم فرغت الاجهزه اللي معاهم؟ يا فندم طبعا، ودي لسته بارقام التليفونات ومده كل مكالمه والجهه اللي اتصلوا بيها. ده في خلال اعمل تحرياتك عنهم. كمان ايه؟ واي واحد مشتبه فيه من ضمام الخليه يتقبض عليه فورا. اوامر يا فندم اوامر. ازيك يا هلال؟ الحقني يا فؤاد بيه، خطفوا زيزو. خطف؟ مين اللي خطف؟ تسمح لي اكلم سعادتك؟ شكرا. يا استاذ هلال، سيد نوح اتصل بيا وهددني. انت فين دلوقتي يا استاذ هلال؟ وحشتني يا زيزو، وحشتني الدوشة بتاعت المزيكا بتاعتك. قوم وعلي المزيكا على الآخر ولا يهم. أنا آسف يا هدى، قال لك حق لما قلت ان عادته معايا خطر. لا يا بابا انا للاسف سامحني، انا السبب في كل ده مش انت. احلى ايام عاشها زيزو كانت معاك. انا عمال احاول افتكر لي اي موقف حلو معاه مش لاقيه. سهر ربنا بيعاقبني على اللي عملته معاه هو واخته وعلى اللي عملته معاك انت كمان يا بابا. ادعي له يا غانا، ادعي له، دعوه الامه مستجابه. كنتش اعرف ان وجود الاستاذ هلال هو اللي مدي للجورنال الحيويه اللي كانت فيه. ما هو اللي حصل ما كانش سهل برضه يا زكي، ما تنساش ان هو كان متعلق بزيزو جدا. بس تعرفي ايه الحاجه الوحيده اللي بتخليني ان انا اجي الجورنال؟ يعني هي انتي، انتي بتشحنيني طاقه، بتخليني كده. طب خلاص، ما دام مفيش شغل يبقى مفيش مرتب، ما دام البيه سايب اللي انا طلبته منه وعمال يرغي. روح يا استاذ خد الصوره اللي انا قلت لك عليها. انا بس كنت بسال نوريان على شحن كاميرا سنه رفيع. ولقيته؟ لا. طب لو ما اختفتش من قدام وشي في ظرف 3 ثواني انا هخصم لك 3 ايام. لو استاذ دراز سائل عليا بيقول له ان هي 3 ثواني خلصوا يا زكي. خف الدم ومعدياه.
اما انا بقى يا حبيبتي هنسيكي الدنيا كلها حالا يا روحي. بجد يا فندم؟ بجد يا روحي، بجد بجد بجد. انا هوريكي حاجات عمرك ما شفتيها قبل كده ابدا. انت عارف انا دايما برا عن ليله الدخلة بس عمري ما عشتها. لا 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 تقري ايه؟ انت هتشوفي الواقع دلوقتي يا روحي. بجد يا فندم؟ طب انت عايزني البس لك ايه؟ القميص الاصفر؟ اهو. ايوه ايوه ايوه، كل الالوان كل الالوان كل الالوان كل الالوان يا روحي. يلا يلا خشي. لا ما تردش. لحظة بس لحظة. لا 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 ما تردش حبيبتي، أصلا لازم أرد أرجوك. لا أنت لو رديت يا رؤوف أنا هعمل مشكلة وهسيب البيت وأمشي. على الطلاق؟ ما أنا راضت أهو. يلا يلا. وأنت وصلت مع سامح ده لإيه؟ قال لي إن بسوني ده ورا ناس تانية ربطية عايزين يتحكموا فينا وفي مستقبلنا وفي عيشتنا وفي أكلنا، حتى رأينا مش هنعرف نقوله. أستاذ هلال، حضرتك عارف إبراهيم رشدي الصحفي؟ آه عرفه من أيام ما كان صحفي صغير، كان تلميذنا ودراز. يوهو ده حاله دلوقتي اتقلب على الآخر، بعد ما كان بيقدم برنامج بيفضح فيه الفساد ويتكلم في السياسة، دلوقتي عامل برنامج اسمه أهل الشهرة بيستضيف فيه فنانين ولاعيبة كورة. أنا لقيت أخبار عنه تخص اللي إحنا بندور عليه، كان عامل حلقات كتير في برنامجه القديم عن الاحتكار اللي حصل في الاقتصاد المصري، ولقيت حلقة منهم بيتكلم عن قتل ابتسام فهمي، وبيقول إن الحدث ده مدبر مش عادي. حلو قوي، حاولي توصلي له، قولي له إن أنا عايز أقابله، ها؟ ده ممكن يوصلنا لحاجات كتير. ده بابا، ثانية هرد. أيوة يا بابا، أنا معاهم. طيب حاضر حاضر، بابا عايز يقول حاجة. في برنامج دلوقتي شغال بيتكلم عن مريم رياض واسباب انتحارها، اتفرجوا عليه بسرعه على قناه سي بي سي. افتح التلفزيون يا دراز. طبعا مسؤوليه كبيره لما فنانه زي مريم رياض تكلمني علشان اصلها من مذكرتها. بس استاذ لطفي، يعني حضرتك كنت قريب من مريم رياض في اواخر ايامها، تفتكر تقييمك ايه؟ هي انتحرت ولا اتقتلت؟ الحقيقة اللي أنا شفته في أيامها الأخيرة يخليني متأكد إنها انتحرت. متأكد إنها انتحرت؟ يعني مفيش ولا حاجة من كلام المشككين اللي بيقولوا إنها قد تكون قتلت، مفيش ولا حاجة من دي ولا نسبة بتخليك تشك إنها يمكن تكون اتقتلت؟ لا الحقيقة أصل حالتها النفسية في أواخر أيامها يعني كانت سيئة جداً، وده بسبب بعد الكاميرات عنها، محدش من المنتجين بيتصل بيها، شكلها كان اتغير بسبب المرض وكبر السن. بس معلش يا استاذ لطفي، يعني كتير من النجمات مروا باحوال متشابهه، دي سنه الحياه، الاضواء بتنحسر والنجوميه بتغيب، لكن مش لازم الموضوع يصل لمرحله الانتحار يعني. صح، لكن هي اصلها يا استاذ لطفي، استاذ لطفي لو سمحت، هل انت مصر، حضرتك مصر ان مريم رياض انتحرت ولم تقتل؟ ايوه متاكد، متاكد انها انتحرت. بيؤكد لنا هنا النهارده وعلى الهواء وعلى عهدته ان الفنانه مريم رياض انتحرت ولم تقتل. وخليني اتنقل بقى معاك لمذكرتها. انا بعتذر، انا بعتذر جدا وبعتذر للساده المشاهدين، مش معقول اقول الكلام دوت، دي اسرار مهنه. أنا آسف جدا، أنا آسف. أسرار إيه يا فندم؟ أسرار إيه يا أستاذ لطفي؟ مريم رياض الله يرحمها يعني ملتك مذكراتها عشان تنشرها، مش عشان تخليها في بيتكم، ومن حق الجمهور إن يعرف محتوى هذه المذكرات، خاصة إنها كأنها أصبحت رأي عام، قضية موتها بقت رأي عام. لكن صاحبة الأسرار دي توفت، وأنا أؤكد لك وأؤكد للسادة المشاهدين إن المذكرات دي، مضمون مذكراتها دي، مفيش أي حاجة تفيد القضية، قضية موتها. أقصد قضية انتحارها، مش هقول حاجة تاني بعد كده. إذن الإعلامي لطفي الهلباوي ما زال مصر برضو إن مريم رياض انتحرت ولم تقتل، وحننهي الحوار هنا، مش عشان الإجابات كلها تم أو الأسئلة كلها تم الإجابة عنها، ولا علشان المعلومات اكتملت، لكن لأن الضيف قرر إنه مش هيقول أي حاجة تانية. شكراً أستاذ لطفي الهلباوي، وما زال تحقيقنا مستمر ولكن بعد الفصل. لطفي الهلباوي ده كذاب، ازاي مريم تطلب منه يكتب لها مذكراتها وطالع يؤكد انتحارها؟ واهلا
بيكم مرة تانية في هنا العاصمة، وتحقيقنا في خفايا وأسرار لغز موت الفنانة الراحلة مريم رياض ما زال مستمرا. معنا دلوقتي الدكتور مصطفى مهران، الطبيب النفسي المعالج لمريم رياض. لكن خلوني أقول لكم بس قبل ما نبدأ هذا الحوار، إننا هنا في هذه القضية بنبحث قضية تتعلق بالمصلحة العامة. هذا الحوار ليس بغرض الإثارة ولا النميمة ولا الخوض في أسرار الفنانة الراحلة اللي كانت بتبوح بها لطبيبها النفسي. هدفنا من هذا التحقيق هو البحث عن حقيقة قضية أصبحت قضية رأي عام. دكتور مصطفى مهران، أهلا بك. أهلا بك يا فندم. يعني في ناس لسه كتير جدا مش مقتنعة بحكاية المرض النفسي، ومتخيلين إنه أي حد بيروح لطبيب نفسي لازم يكون مجنون. ومين قال لحضرتك انهم ما بيروحوش؟ هم ما بيقولوش انهم بيروحوا. النهارده عيادات الطب النفسي بقت فيها مرضى اكتر من العيادات التانيه. المرض النفسي مش عيب، العيب بقى اننا نتجاهله لحد ما يكبر ويفوت اوان علاجه. صحيح. دكتور خليني اسالك بشكل مباشر، هل كانت مريم رياض بتعاني من مرض نفسي؟ الحقيقة مريم رياض كانت بتعاني من العديد من المشاكل النفسية. برغم كل النجاح والشهرة وحب الناس، ازاي يعني؟ النجاح ده كان من بره بس، لكن حياة مريم رياض الفعلية كانت صعبة جدا، خصوصا في السنين الأخيرة قبل وفاتها. أنا عارفة إنه في قواعد كتيرة بتحكم قدرتك إنك تفصح عن معلومات عن المريضة النفسية بتاعت حضرتك، لكن في حدود هذه القواعد إيه اللي ممكن تقوله لنا وتشرح لنا عن حالة مريم رياض؟ كانت عندها إيه؟ إيه المرض اللي كانت بتعاني منه؟ حالتها كانت إيه؟ الاكتئاب. مريم رياض كانت نجمة، الجمهور كله كان بيحبها، الكاميرات والأضواء كانت قريبة منها طول الوقت. فجأة ومرة واحدة يختفي كل ده، طبيعي إنها تدخل في حالة اكتئاب. بس يعني حالة اكتئاب توصل لدرجة الانتحار؟ حضرتك لسه قايل في بداية كلامك إنه ناس كتيرة عايشة بالمرض النفسي، ماشيين حياتهم كلها بيها، توصل لمرحلة الانتحار؟ عندك حق، هو مش الاكتئاب بس، ده بالإضافة لمرضها ومشاكل عائلية حصلت لها أثرت عليها وولدت عندها ميول انتحارية. والميول دي اتحققت فعلاً؟ للأسف. يعني انتحرت؟ أصعب حاجة ممكن تقابل المريض النفسي استهتار الناس بمرضه. يعني البيت طلع مش مسافر ولا حاجة. هو ده بيقول إن مريم انتحرت. أنا لما روحت له قال لي ما انتحرتش ولا حاجة. أنا اللي بقيت مش فاهم حاجة خالص. طب ليه الدكتور ده بيكذب؟ نوها كلمي لي أبوكي، خليه يوصلني بأي حد في البرنامج ده، عايز ألحق مصطفى قبل ما يتحرك من هناك. حاضر يا أستاذ. اهلا يا سياده اللواء. اهلا بك يا شادي. ازي حضرتك؟ عايزك من فضلك توصلني لمصطفى مهران، الضيف اللي كان عندك هنا من شويه. اه بس ده مش يا استاذ والله. مش ازاي؟ طب معاك عنوانه؟ لا للاسف ما هيش عنوانه والله. ازاي ما تعرفش عنوانه؟ ومش كان ضيف عندك في الحلقه وعربيه الانتاج بتروح تجيبه وتوديه؟ يا سياده اللواء، خطه البرنامج جايه من اداره القناه، وفريق الاعداد ما عرفش اي حاجه عن الحلقه دي بالذات، والاستاذ مصطفى مشي بعد الحلقه على طول ورفض ان الانتاج يوصله. طب انا هبلغ رؤوف يتصرف، ومدام مصطفى موجود في مصر هيعرف يجيب. يلا بينا. يلا سياده اللواء. نعم. يعني لو ما وراكش حاجه دلوقتي انا عندي حلقه كمان خمس دقايق، والضيف اللي كان هيجي فيها حصلت له مشكله واعتذر. لا متاسف ورايا مشوار مهم. يلا بينا. لو علي انا عادي، يعني انا ممكن اتصرف. طيب وظروف الانتاج ايه؟ لا تمام، الظرف هيوصل حضرتك قبل الهواء. طيب معلش يا هلال، انا مضطر اقعد لانهم بيحتاجوا الخبير استراتيجي. خبير استراتيجي؟ اه خبير استراتيجي. قولي يا منظور، هو الخبير الاستراتيجي ده بيبقى خريج ايه؟ انا بقول كده برضه.
ايه ده كله؟ ايه ده كله يا هلال؟ ده ملف لكل وزير، الحكومة هتشيل قريب إن شاء الله. الموضوع ده خطير جدا، دي أكبر شركات في البلد. ما هم حطوا إيديهم على الشركات دي، السوق بقى بتاعهم، وده يخليهم يعادوا الأسعار زي ما هم عايزين. ده أقل شركة من دول رأس مالها مليارات. ما بيشبعوش. اطمن يا هلال، اطمن، الورق ده هيساعدنا جدا، وفي أسرع وقت الموضوع ده هيتقفل. تعرف المشكلة فين؟ الناس ما بتتكلمش. الناس لو لقت اللي يسمعها هتتكلم. مستنينك معك في أي حتة، واخدين بإيدك قبل ما تفكر تقع، جنبك شايلينك. مستنينك واقفين وراك في ظهرك، دايما سندينك، بطل قد التحدي طبعا حافظينك. مستنينك معك في أي حتة، واخدين بإيدك قبل ما تفكر تقع، جنبك شايلينك. مستنينك واقفين وراك في ظهرك، دايما سندينك، بطل قد التحدي طبعا حافظينك. مستنينك معك في أي حتة، واخدين بإيدك قبل ما تفكر تقع، جنبك شايلينك. باخد رايك يا محمد، شركة حديد أسوان هتشتريها زي ما قلت لك، والعقود هتبقى باسم محمد عبد المجيد. عايز اسمع مبروك يا بسيوني بيه. ابعدني عن، انا ما كنتش اعرف ان الستات بتحبك كده يا محمد. حضرتك بتتكلم على ايه؟ اصل شريط الفيديو اللي جالي وانت مع ياسمين بيقول انها بتحبك. ها هتشتري؟ يبقى نقول مبروك. كل دي فضائح جنسية مسكنة على ناس عشان يبروهم على بيع شركتهم. مش اي ناس يا هلال، دول اكبر رجال اعمال في البلد كلها، وعشان كده قتلوا مريم. ايوه بس مين شريف يسري اللي صوته طالع في الاسطوانه الاولانيه ده؟ ده الراجل الكبير اللي مريم قالت عليه، السياسي المخضرم ده اللي بيمشي كل حاجه في الدنيا دي من بعيد. انا لازم اكلم رؤوف. ايوه منا زيزو فاء. الله الحمد لله. زيزو فاء مبروك يا هلال. زيزو فاء مبروك يا حبيبي. الحمد لله كان كابوس. الحمد لله. وحشتني قوي يا هلال. انت لو وحشتني قوي قوي قوي. يلا الحمد لله على السلامه بقى يا زيزو. شد حيلك كده بقى عشان تعمل لنا حفله حلوه كده. ها ان شاء الله. الله الله الله، وجاي لك ورد كمان يا عم، معجبات بقى. حمد لله على سلامة حفيدك، أنا عايزة أشوفك مريم. تفضل. اهلا يا هلال. شريف يسري. كنت فاكر انك جاي تقابل مريم حقيقي، ما تقلقش هتقابلها، بس بعد ما تعرف الحقيقه اللي انت بتدور عليها، واول ما تعرف هخليك تقابلها وهتعيش معاها على طول. مش قبل ما اكشفك قدام الناس وارميك في السجن. ما ينفعش يا هلال، اللي زي لا يمكن يقع، لان لو وقعت البلد كلها تقع. لا البلد دي مش هتقع، ولو في ألف زيك في ملايين بيحبوها. انت ليه مش قادر تصدق ان كنت خلاص بقيت بره السلطة؟ انت فاهم غلط يا هلال، زي ناس كتير فاهمة غلط. احنا بقيناش بره السلطة، احنا لسه موجودين وهنفضل موجودين. انت اكيد عارف بتكلم مين. عارف بكلم مين؟ حرام، سرقت فلوس الناس وجوعتهم،
زي ما انا عارف انك انت قتلت مريم رياض. مريم كان لازم تموت، عرفت اكتر من اللي لازم تعرفه، مع اني اتصلت بيها وحاولت انقذها بس طلعت غبيه، رفضت. اهلا يا مريم هاني. معالي الوزير بلغني ان سعادتك عايز تقابلني. ده صحيح حصل، انا عرفت ان الدكاتره هنا في مصر يشكوا ان احتمال يكون عندك مرض نادر مش عارفين يشخصوه، ولازم تسافري بره علشان تتشخصي كويس وتعرفي هتتعالجي ازاي. انا قدمت طلب لوزير الصحه عشان اسافر اتعالج على نفقه الدوله بس هو رفض. عرفت واتضايقت جدا، بس انا اجبرته انه يمضي قرار سفرك بره البلد، والقرار اهو. انا مش عارفة أشكر سعادتك إزاي. أنت فنانة كبيرة، ياما امتعت الجمهور المصري بأعمالك العظيمة، حقك إن البلد تقف جنبك، بس على بال ما نخلص لك إجراءات السفر أنا محتاجك في مهمة وطنية. تحت أمر سعادتك. في سياسي كبير هيزور بلدنا الأسبوع اللي جاي، أنا عاوزك تلازميه طول فترة إقامته في مصر. انت هي خدمة قصد خدمة. في السياسة كل شيء مباح. ده سياسيت كنتم. اوعى تفتكر ان حكاية الشرف والمبادئ هتخيل علينا. احنا فينا حاجة غريبة جدا، لما بنشوف الفساد من بعيد نشاور عليه ونحاول نكشفه ونقضي عليه، لكن لما الفساد يبقى جوه بيوتنا بنعمل نفسنا مش شايفين. كانت فين مبادئك لما عرفت ان غادة بنتك متورطة في قضية تجارة الأعضاء؟ انا اسف. على فكرة انا اللي قلت الجمال يوصل لك الورق ده كله. غادة ندمت على كانت بتعمله وتغيرت. المشكلة فيك انتم، عمركم ما هتتغيروا. على فكرة الجورنال اللي انت بتشتغل فيه بتاعنا ورئيس مجلس الإدارة اللي مشي كان من رجالتنا، حتى شهاب حامد نفسه كان راجلنا. عشان كده كنتوا عايزينه يكسب في الانتخابات، يبقى لعبة في ايديكوا وتحركوا زي ما انتوا عايزين. بالظبط، بس اللي ما عملتش حسابه ابدا ان مذكرات مريم رياض تقع في ايدك انت. انا اتاكدت ان المذكرات معاك لما قريت مقالك عن قاتل مريم رياض. عشان كده حاولت تقتلني زي ما قتلت مريم. مريم هي اللي جامت على نفسها. انا لما عرفت من بسيوني ولطفي الهلباوي انها ناويه تنشر مذكراتها وجايبه فيها سيرتنا، بعت لها اللي ينصحه يقولها لا بلاش، بس هي طلعت غبيه وعنيده. وبعد عمال تقول لي بتقتلها قتلتها. انا مش فاضل الحاجات دي. انا ما قتلش، انا امر وحازم ينفذ. قال انا هلال بيه. لما بدا الخطر يقرب مني لدرجه انهم اقتحموا شقتي وفتشوا فيها،
كان من أكفأ ضباط الشرطة، بس أنا خليته يستقيل عشان يشتغل لحسابي. مفيش ضحية بتخرج من تحت إيديه إلا ونترحم عليها، هو كله بيتسجل قضاء وقدر. أو انتحار، ما تفرقش، المهم إن حازم شاطر. تلميذك الشريف باشا، هو القتل سهل عندكم كده؟ قتلته مريم رياض، وقتلته ابتسام فهمي، وبسيوني ناصر ضحيته بيه عشان يبقى كبش فدا ليكم. استنتاجك في محله، بس خسارة، مفيش أي حاجة تثبت الكلام اللي بتقوله. كميات السكر ولبن الأطفال اللي معاليك قلت عليهم اتخزنوا واتمنع نزلهم السوق. طيب، عايزك تقابل حسام الرشيدي، حاول تخلص معاه صفقة أرض الساحل وحول عمولتي على حسابي في سويسرا. إيه رأيك في اللي سمعته؟ أنت جبت التسجيلات دي منين؟ بسوني كان بيسجل لك عشان يأمن نفسه، مراته شكت فيه، سرقت التسجيلات عشان تأمن نفسها، اديتها لمريم رياض، مريم احتفظت بيها عشان تأمن نفسها، لغاية ما وصلت أنا للتسجيلات دي. يبقى التسجيلات دي لازم تدفن، وانت هتدفن معاها. الله يرحمك يا هلال بيه. نسيت اقول لك، مش انا قدمت التسجيلات دي للامن الوطني عشان اامن نفسي. حازم نفس. مؤاخذة يا أستاذ هلال، أخرت عليك. أهلا يا رؤوف. رؤوف بيه ضابط في الأمن الوطني. إحنا بقى نتغدى هنا عشان نعرف الحرامية دول بياكلوا إزاي. معلش يا ماما، يعني تعبتك معايا. تعبك راح يا حبيبي. حبيبي؟ ايه ده؟ وانا لسه بحلم في الغيبوبة ولا ايه؟ كراي يا ولد، لما أم تقول لابنها يا حبيبي يبقى بيحلم في الغيبوبة برضو؟ مش قصدي يعني، بس أنا فاهمة قصدك كويس، وإن شاء الله ربنا يقدرني ويعوضك عن كل اللي فات. سيبك من الكلام ده كله، ربنا يخليكي لينا. هنبات هنا ولا ايه؟ البيت وحش قوي من غيركم. هو محدش قال لاصحابي ان انا جاي ولا انا راجع النهارده ولا ايه؟ صحابك برضو ولا حد بعينه؟ يلا بينا. يلا. Thank you.
لا تفقد الأمل، خليك دايما راسك مرفوعة وعك تحس بالفشل مهما كان أملك في رب كبير. ما تسألش عن اللي بيحصل فيك، أكيد ده كله خير. نايم حتى في حلم شايف الأمل موجود، صاحي جوايا حلمي عدي بي أي حدود. أحلم يا صاحبي الحلم ده بداية النجاح، حط تركيزك في اللي جاي انسى اللي راح. قوم وعاند انسى كلمة مستحيل، الدنيا كلها قدامك عندك مليون سبيل. سبيل في كل خطوة سعي عدت عليك، قعدت تبكي على اللي فات وما فتحتش عينيك. فتح وشوف حواليك كل اللي بيحبوك واقفين في ظهرك وما فكروش في يوم يسيبوك. ولو حسيت انك لوحدك بص حواليك، هتلاقي الكل واقف جنبك ومستنيك. أغلق آخر صفحة لمذكرات مريم ياض بعد كشف كم الفساد الذي قابلته خلال رحلتي في العوالم الخفية. لابد أن أظهر الجانب الآخر من الصورة، وأبدأ بالشكر للقائد العسكري لمجموعة عوالم خفية اللقيب رؤوف ضابط الأمن الوطني. أول ملف يمسكه كان الملف بتاعي. رؤوف ده من كتر حبه في شغله ساب مراته ليلة دخلته. وفيا كتلك في حد يسيب مراته يوم ليلة دخلته لوحدها وينزل؟ معلش يا حبيبتي أنا آسف. ياما تسببت له في مشاكل مع مراته. أنا هلال كامل عايز أقابلك دلوقتي. أنا جاي لك حالا يا أستاذ هلال. حالا فين يا حيلتها؟ رايح فين يا حيلتها؟ أيوة يا أستاذ هلال، ايوه حالا اهو حالا. اهلا مؤاخذة البطاقه. رؤوف ياما واقف جنبي وكان زي عماد ابني سبحان الله، ما كنتش طايقه ولا كان نازل لي منظور. استاذ هلال كامل. مين حضرتك؟ رؤوف هاشم ضابط من الامن الوطني. بس طلع ابن حلال. ايه اي نعم دلوقتي هو اللي ما بقاش طايقني، بس هو برضه حبيبي. هل اللقيب رؤوف بعد أن حقق أول انتصاراتي في حياته الزوجية، غادة طول عمرها مستقوية مش على اللي حواليها بس، على نفسها كمان. الشيطان مش محتاج يوزني. امضي يا نجلة، امضي يا نجلة. كان دايما ضدي في اختياراتي ليها برغم اني كنت ببقى خايف عليها. ايه بقى الغلطه اللي انا غلطتها مش قادره تنساها لي؟ كل ده عشان رفضوا عينكم وعيده بسبب السجل بتاعي، مع اني مش قتل قتل ولا حرامي. دايما مستقله بنفسها، حتى لما بقت ام بقت بعيده عن عيالها. عاجبك الفضايح اللي انت عملتها دي؟ ما ترد يا بتاع الحفلات المسموعه. ماما بعد اذنك انا جاك باو انت تخرس خالص. يا مامي انا كنت حابه احكي لك كل حاجه بصراحه، ونتعاملي كاننا اتنين صحاب. ولما ام زي تعرف اللي بنتها بتعمله المفروض عليا اني اعمل ايه يعني؟ ابعد اجيب مأذون اتنين شهود ولا ابقى شجره وانتوا اتنين ليمون؟ دي اسمها ايه اللي تأدب؟ واللي كان بينها وبين جوزها كان مصلحتها وبس. طب ما تنساش العموله بتاعتي لما الموضوع يمشي. يعني امال حبيبتي عينيا. عادي اننا نغلط، بس المهم نعرف الغلط ونصلحه. طبعا لازم تبلغ عني جايز يدوك نشان ولا شهادة تقدير ومية ألف طز فيا، المهم الناس تسقف لك. جايز كده ارتاح ضميرك. ساعات الواحد بيبقى محتاج ألم علشان يفوق. هو قال ألم هيموت بس هيخليه يمشي عدل.
فجأة بنلاقي بناتنا كبروا واحنا مش واخدين بالنا، ومع الوقت بيتغيروا واحنا مش حاسين، وساعتها بنسأل نفسنا هم ليه دايما واخدين جنب بعيد. رغم ان احنا اللي بنبقى بعاد، خدوا بالكم من بناتكم واحضنوهم، اهضنوهم عشان ما يدوروش على حضن غريب، وساعتها مش هنلوم غير نفسنا. عماد برغم انه كان عكس غادة في كل حاجة وعرفت ربيه عنها، لكن ما طلعش زيه. لما كانت تقابله مشكلة كان بيهرب منها وعمره ما واجه، ودايما كان بيبص تحت رجليه زيه زي نهى. طول عمرها ماشيه ورا ابوها. بابا تاني؟ نهى امين، انا كنت جاي عشان تطمن على الطفله. ولما فائد كان متاخر برضه، بس قدرت تقف وتواجه. احنا ما فيش منا كلام اصلا، ولو ما مشيتش ما تقولي بقى بالله الضربه اللي انت فيها دي. هيبقى ليها مستقبل كبير في الصحافه، ممكن تفضل طول حياتك تدور على نصك التاني، النص اللي يشبهك، ويوم ما تلاقيه الفرحه بتعرف طريقها. على فكره يا عماد، نهى عملت مجهود جبار عشان مادو يتكلم عربي. نفسي بقى اسمعه بينطق عربي. انا علمته شويه قواعد كده بس، واحده واحده هيتعلم كل حاجه. بجد؟ ايوه بجد. ثانيه واحده بس افكره. يلا يا حبيبي ابدا بالقواعد. يا لهوي يا خرابي يا فضحتي. هي دي قواعد؟ مصري ولا مش مصري يا بابا؟ مصري مصري ومن الورقة كمان. حبيبي. رب أخ لم تلده أمه. دراز صديق عمري. أنا وهلال طول عمرنا أصحاب من زمان قوي، ده عشرة العمر. أنا لما كنت أقع في أي دقيقة كان أول واحد ألاقيه جنبي هو. أيوة عمان، دراز اتقبض عليه. كلم غادة خليها تلحقه على اسم عبدين. ده إيه الناس اللي يتقبض عليها وتخرج في نفس اليوم دي؟ أنت عندك واسطة كبيرة الظاهر. أنت تعرف هلال كامل؟ بالرغم من إننا مختلفين في حاجات كتير. يبقى هتضطر تنزل أنت المقال عن المرشح الرئاسي بتاعنا وتكتب تحتيه هلال كامل. انا لا يمكن اعمل حاجه زي دي. انا كنت برفض اي حاجه ضد مبادئي، مش بقبل اي وضع، لكن دراز كان مرن شويه، لكن اوام كان بيفوق ويرجع في قراره. ازاي تقبلها على نفسك انك تشوه اسم صديق عمرك؟ ازاي؟